السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكو بلاني سيدان هاد قرني شاقي كتاب كي بغولك حديث هاي اللواد درسي كي عاوين عم بلاوي انو هران سو شاقني كتاب كنو وكن سو قلني كتاب كم يعيسو حالي هاي السلاح والمجتمع معانو هنا في صومالي مارك اللي هادو حوية بلشة سيداي وهاقاكتا بلشة سيداي وهاقاكتا بلشة مارك هو قود بلشة دي ومارك بلشة هاقاكتا أيو شيخ رحمة الله عليه وألفي بقول لك حديث مركه البخاري ومسلم نو اسكو وافقان سان ارغي دون ان شاء الله وحنا قري نين لا يراهدو محمد بن سالم البيحاني ايا قري رحمه الله عليه او يمن اه مركه وا حديث مركه وبلشدو ما انت اي وباهنت هي ما انت مد الصوماليد اي اد او وباهنت هي واي ان اصلاح المجتمع له له او مد وناكسناته او مد مارته واحد دحيا لا اي الله سبحانه وتعالى دين تي سي سنه النبي يقول نقضان تاسو شيخ وسو أروري مرك الشرح بدل ما قال إنه لكن وحان أون تسوي لأن قف شرح الروا كتاب كشرح وين بولاي هاي لكن حديث أم مانسي كوبان وآخر دونا نك شرح روا أنا مارت كتاب كشرح هاي صلاح المجتمع وين هاو النقطة حديث كوا ري بسم الله الرحمن الرحيم إصلاح المجتمع بسم الله نكب اللوني إصلاح المجتمع الحديث الأول حديث كوا ري أنا أمير المؤمنين مؤمنين تا أبوهد وحلقة عن أمير المؤمنين مؤمنين تا أمير كود وحلقة وريي أمير كاس عمر بن الخطاب نها رضي الله عنه قال عمر وحو يري سمعت وحن كم مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول له إنما الأعمال عمل الله وحي عن بالنيات النيو وإنما لكل امرئ قف كستنا ما نوى وحو نيو ليه فمن قف كانت ايهات هجرته هجرتي سمركي مدينه لو هجروني اي مكان لغا هجروني الى الله الا حقي الهي درتي ايهاتي ورسولي رسولك حقي سيهاتي فهجرته هجرتي سو الى الله الا حقي بيهاتي اي ورسولي رسولك حقي س ومن قف كانت ايهات هجرته هجرتي سو للدنيا الدنيا يصيبها ان واسيبه او هله او امراه ام هوين ينكحها انو غورسدو فهجرته هجرديسو إلى ما شيء ويهاجر إليه وهجره إلى ما شيء هاجر وهجره إليه حديث البخاري ومسلم رواه البخاري والمسلم برك حديث كان وعماش إنما الأعمال بالنيات بكاه ليا والنبي عليه الصلاة والسلام إنه تلمام يا أعماش النية قف والبوح النيودة إنه يتهي هذا الحسوستان كتاب كهوري نور الرئي حديث كهو دنبيه النبي قولها شهادة قف كهدو شهادة ألا ويديسو كرن شاقو إلهي وحو قارسين يا منازل الشهداء وين مات على فراشي حديث كا وكان أوكلو ونيدي وحاوي مركز هجرده وانا باقي وإلهي سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة هجرده وفرنته قبل قيام الساعة ودار الكفر إلى دار الإسلام قال الله سوى هجرده ودرك الإسلام كان ليمادو حديث كا سبب وهايو وحاوي إنن أيا قبر شكان صدي مكاكو شكان كذي ومقايس ليلادو مركاس وحاكو تروحانو هجرون يا مدينة هداد قور يا مقربته مدينة إذا قد بيمه مركز النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان أوش يعني مرك أنا قص عنده مرك حديث ككل حاجة الحديث الثاني حديث كاللبات عن جند بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال وحول صحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول وحولي من قف سمع دتك اسم قشية زنوان يدي دتك استوسو اسم قشية سمع الله الله مقشين يبيه سلا ووحي دار إلهي كما هي واسم قشين ومن يرائي قفك دتك استسنا يرائي الله الله دتك تسين يبيه سلا رواه البخاري والمسلم حديث كان حديث كلام مركب ويسال سعودان وكان حكاه الله يا اسم قشين تو عمل كقفك وندر إلهي وقبنين وإخلاصا لله ونوعين دتك واسم قشين يو الله يا مقشين يو إنو ندتك دار إلهي ونكاهين قفك استوسيانا إلهي وعدتك استوسيانيا إنو مركا تستوسيد يوحيس وياهي رياء وياهي إيا استوسيا مقشين تاسو حديث كنكاها اللي مركا تانكو علن عن عبد الله من عن جند بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من سمع قفك اسم قشية دتك اسم قشية سمع الله ألا مقشين يبيه سكدتك ومن يرائي قفك ضدك استوتسيا وصلاه بديه وعباده بديه وعلم بديه استوتسيا واخلاصكم يا شكبحو يرائي الله به الله ايا ضدك تسينيا
رواه البخاري ومسلم. حديث كصدحات الحديث الثالث حديث كصدحات عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال النعمان وحولي سمعته وحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويقول له إن الحلال بين حلاش ويعدهي وإن الحرام بين حرامتنا ويعدهي وبينهما لبضو ذا نحضو ذا وحاية أمور أمور إيا والحيو مشتبهات دتك إسكشبه يسكده قليا لا يعلمهن أين انقرنين كثير انبضا ومن الناس دتك مذا فمن اتقى الشبهات قفك كتنا ورسد وحيابا الشبهات كا حلال يا حرام وكلا قرن وايو كتنا ورسد فقد استبرأ وحبري للدين دين تيسي إيا وعرضه نصف فيسي إيا شرف تيسي ومن قف وقع كل عي في الشبهات شبهات كجوده هيسا وقع وكل عي في الحرام حرام جوده هيد بكل عي كالراعي سيدي قوسار كي وكلو لمديهي يرعى راعي حول الحمى سيريغا وريغيسا كل راعي حوله بير وريغيد أما سيري ديدا كل راعي يوشكو حيدويهن حوله أن يقع فيه نكد عن قفك النوعاس وكلو نبي كشبه يا قفك حرام تكد ورسان وهي شبهات كنعقلا وهو حرامتي أي قدع يوشك أن يقع فيه قدع ألا هو براروغ ألا بمعنى تنبيه وي. ألا هو براروغ وإن لكل ملك بقر والبا حما حدود بوليه ألا هو براروغ وإن حما الله ألا حدود ديسا محارمه وحرمه وي. ألا هو براروغ وإن في الجسد جرك قديس وحاضي مضغة عد يرؤو هلبة مضغة وحلا وحيرو العرليو مرافق لغا بعسده إذا صلحت هداي مضغضا سواناك سناتو صلح الجسد كله شركة دمانتي أيا واناك سنانية وإذا فسدت هداي حماطا مضغضا سنا فسد الجسد كله شركة دمانتي سافسهاديسا ألا هو براريغا وهي مضغضا وحوية القلب وودنه رواه البخاري ومسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حقها الله يا حلاشنا إن عدها حرامتنا عدها وحيابو دحية وشبه هذا وإن بدن وضعت كمدا إن كل جرنا إن حلارت هذا حرامت هذا قف كذا ورسدنا وحتر ما من أبو عليه الصلاة والسلام إنه دين تيسي دورة وكبر يلي يعرض لي سبق قف كذا عشبهات كنا قف كذا حرام إنه لم يدي هاي وعكوش شبه النبي ونك قوسار كها كراعي قوسار كيرع حول الحمى سيرها أما بيرت وريج هذا كل راعية يوشك وقفها وحوله يقع فيه إنه كذا عمر بركاس رسولك مثل عجيبة المامو يري بقر والبحدود بوليه حدود الله يحماها الله يسيري الله نوى محارم توع حرمي تلك حدود الله فلا تعددوها تلك حدود الله فلا تغربوها جسدك وحكوشر النبي عد يروهي لوافق لقليو هدي واناكسناتنا جركو دنبا واناكسنان كله هدو فسهادنا جركو دنبا فسهادية كله ألا وهي القلب بنقويل أنكو علينا مرحبا. عن نعمان بن بشير إن رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن كم يقول إنه سقوله إن الحلال حلاش بين وعده وإن الحرام حرامت بين وعده وبينهما دحوض وحات أمور أمور أما ولحيو مشتبهات إسكبه جلدتك إسكشبها لا يعلمهن هل قاوا هل قارن يا نبي قوين وتلمام إني قار قارن يان لا يعلمهن أين قارن إن كثير إبدا ومن الناس دتكم ذا فمن تبقى قف كذا ورسدا الشبهات وحيابا الشبهات كحلاش يحرام وكل جروا فقد استبرا وحبري للدين الدين تيس وعرضه هي شرفتيس ومن وقع قف كذا في الشبهات الشبهات كجوده هي سكذا وقع وكذا في الحرام حرام بكذا كالراعي قوسار كي وكلو لمديهي يرعى الراعي حول الحمى سيرجا محدود ك ورقيس كل راعي يوشك وحيدوي وحودوي أن يقع إنه كذا فيه marka macnaha seerigi gudihiisa inuu ku dhaco ala hooye baraaruga wa inna li kulli malikin baqar walba himan xuduud buuleeyahay ala hooye baraaruga wa inna himallahi alla xuduudiisa maxariimo uu xarimay way ala hooye baraaruga wa inna fil jasad jirka gudihiisa waxa tan mudlaqatan aad yar weeliba ida salaxad haday cadka uu wanaagsanaado salaxal jasadu kulluhu jirka dhammaantii ayaa wanaagsanaan wa ida fasadad haday fasadana فسد الجسد جرك وردنبا فسهاد كله دمانتي ألا هو براروغ وهي عدك أهلبك أنا القلب ودنهوي. حديث وحكتان قبلنا الحديث الرابع حديث كافرات عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال حكيم حوري
سألته وحن ويديستي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان ويديستي فأعطاني ويسيي نبي كان ويديستي وحوله ويسيي ثم سألته هدنا وان ويديستي فأعطاني ويسيي ثم سألته مرسدحات بان ويديستي فأعطاني ويسيي مركز الرسول كله هدلي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حولي يا حكيم حكيمه إن هذا كان المال مالك خضير وعقار حلو ومعان فمن أخذه قفك قاطة بسخاوة نفس نف معناها سخاوة نفس ديق سنما قفك كقاطة والغسية بورك والله بركين يا له السجى فيه مالكس سخاوة الغسية بمعنى معناها فمن أخذ قفك قاطة بسخاوة نفس معناها ديق سنما إيو قفك الغسية ونسجى ومبرين لسية بورك والله بركين له السجى فيه مالك جدي ومن أخذه قفك كقاطة الغسية بشراف النفس إسه هو هنقل تاعي أو يري وحسي أو بري هو هنقل تاعي لم يبارك الله بركينا الله إسه فيه مالكاس وكان وحول لم يذهب النبي ويري كالذي كاف كاف تشبيه له مذكي أكله وكان هذا كالذي مديا كل عنيا ولا يشبع أن درجين واليد العليا جعنت السريسا خير كخير بدن من اليد جعنت السفلى هو سيسا قفكو حلب حياك خير بدن حكيم مركا قوام بوقات مركو النبي سا كو يري قال حكيم حكيم با مركا و خو يري قلت وحان يا رسول الله يا رسول الله والذي وحان كو دارتي بعثك كو سو دير بالحق حق لا ارزق كما قادن يا اما كما نسقا من يو احد قف بعدك اديك كغدال شيئا شيء حتى افارق الدنيا الى الدنيا ان فارقو اون دنتو قف دنب وحبا كما نسقا من يو لا أرزق معناه يحوي إيه لا أنقصه أما لا أخذه معناه كما قادني أحد أنقف بعدك هذه كقدر شيء حتى أفارق في الدنيا إلى الدنيا ده وأنا كتبنته حتى أفارق الدنيا إدم بحمودي سنين حكيم قانك قاتل فكان أبو بكر مركو أبو بكر أمير المؤمنين هيدعو ويرى ترى حكيما حكيم ليعطيه نسي العطاء حوله بيت المال كإنسي أي ويرى ترى فيأبى وديدي ترى حكيم أن يقبل إنه أقبله منه من المال شيئا شيء أما منه من أبو بكر إنه كأقبل شيئا شيء كذب أبو بكر وارد ثم إن عمر بها دنا دعاه ويريي حكيم ليعطيه إنه سيه فأبى وادي أن يقبل إنه كأقبله فقال عمر بأمرك مخراتي قال إن جرى المسلمين توحدي جرى يا معشر المسلمين تقول أن كوضوا أشدكم محاني نقوم مرقلين على حكيم إني أنا وعريض إن أم بندق عليه سك كركيسة حقه وحق يس الذي حق أسو قسم الله ألا وقبي وقوي له سك في هذا الفيء فيجا وحويه ومالك أمارة الجهاد معناه دجال معناه أن الجيلين لقوه هلوي في هذا الفيء مما أفعل الله معناه سيد إله القرآن كتر المام مرك النبي معناه عمر باو حلي قسمه الله ألا وقوي له حكيم في هذا الفيء حولهم فيجا ها قال هذا اللي جه اللي دجال الآن فيا أبا وادي ذي حكيم أن يأخذه إنه قاطي تاسن إن مخراتي قشن فلم يرزق كمان نسقى من حكيم أحد انقف من الناس دتك كمذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي كجدال حتى توفي إلى كجيرو ذي صحابي رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم حديث كمركة isagana taas uu ka hadlayo hakeem go'aankaas uu qaatay hadiiska shanaad oo ugu soo celin doonaa al hadithul khamis isla hakeem an hakeem bin hisam radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiyuu qaal wuxuu riyay al bay'aani labadi wax kala gadanay bil khiyari khiyar bayla maleeyeen ma lam yatafarraqa hadaynan kala tagin intayna kala tagin ma lam yatafarraqa intayna faaqurqun fa in saddaqa haday run ka sheegan bay'i وبينا عديان عيوب كثيرة بورك والله بركة الله ما لبضودي في بيعهما بعود جديس وكان مارت بعده قاتو إلى بركة كان العكتب إلى بركة وإن كذب هدا بينك الشيعان وكتم قريان فعسى وحال غي باب نبوري أن يربح إن الفائدان ربحا فائدو ويمحق لغتيرو بركة بيعهما بعود إلى بركة كقاتو وعلى يا بفائدة بدنين وهر لكن بركة إلى كقاضي بركة الرسول كحوري واليمين الفاجرة دارت بنتها واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة منفقة وحيث عتسين إسحاق
للسلعه بضيعتي ممحقه وحي ترتريسا للكسب كسبكي وحوله بضيعتي وصلاه عصر كدب وكي حديث كلا هاقف كمركو كنارت والله انت سيقول فردا بضيعتي سعودسين ايسا لكن ممحقه للكسب كسبكي بابين ايسا وبركته اليك قاضي رواه البخاري ومسلم حديث البخاري يا مسلم ايا وري حديث كان حكى الله يبيع ولبدا قف وحكى لا غدان هدي رون لا شيغ لبدا دن ميد والبو حو قاتي الله وبركينيا وحا كلو لا قادانيا خيار انو ليه قف انت دكان كو جيرو انو يراي يغ خليو لاقتي دي سو خلي تاسا لا قادانيا هدان كو خلينا الحديث الخامس عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحري البيعان لبدي وحكى لا يبسني بالخيار خيار بلي ما لم يتفرقا انتين كلا تجين فان صدقا هدي رون كشيغان وبينا اي عديان بورك والله بركه اللهم لبدودي في بيع في بيعهما بيعوده غديسا لو بركين وان كذب هدي بان كشيغان وكتم اي قريان فعسى وحا لغا يابا ان يربحا اني فايدان ربح هو فايده ربحا فايده ويمحق لغا تيرو بركه بيعهما بيعوده بركديس واليمين الفاجرة دارت بينتها منفقة وحي سعسينيسا للسلعة بضيعة ممحقة وحي ترتريسا للكسب كسبكي ومركة بركة أي إليك قاضي رواه البخاري بركة قاسم قدل استاغينا ونكون نقرينا إن شاء الله تعالى حديث وكير ديرين كتاب كهورة حديث كهورة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين وحلق وري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وحوري سمعت عن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قوله انما الاعمال انما وادات عسر انما ان كلمه الاعمال عمل بالنيات نياتي وانما ان كلمه لكل امرئ قف والبما نوى وحنيوده وي فمن كانت قف هجره تجرديسا الى الله الا حقي ورسوله رسولك حقي سفجره تجرديسا الى الله الا حقي ورسوله رسولك حقي ساتي ومن كانت قف هجره تجرديسا للدنيا دي يصيبها انه هله او امراه هوين ينكع انه غرسده فهجرت هجرته إلى ما هاجر إليه وهو هجرته رواه البخاري والمسلم بركة والنيادي والنيادي هذا حماطي مجتمعه وفاسد ويماده هذا بلشمه هكذا لكتاب وسلاح المجتمع الحديث الثاني حديث كالباد عن جند بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال جند محوري قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول محوري من سمع قفك اسم قشية ذاتك ودر إلهي أينك أهين سمع الله ألا مقشين يبيه ذاتك ومن يرائي قفك ذاتك استسينا يرائي الله الله استسينيا به سغا رواه البخاري ومسلم وإخلاصك هدور دنتو وهو يقفك عمل كيس إلهي مباركين دعوذي سي إلهي مباركين وحو قبان يردن والسمعي استسوي مرك بركاته إليك قاي الحديث الثالث حديث كسدحاد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما نعمان بن بشير سقيا بها الله كرر النقضة قال وحوري سمعته عن كم غلاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويقول له إن الحلال حلاش بيين وعده وإن الحرام حرام تبين وعده وبينهما دحوضات أمور أمور مشتبهات إسكدها كشدتك لا يعلمهن أين قرنين كثير من بدن ومن الناس دتك مذا هل كاو حلقة قارن إن ير أو دتك مذا إن يفقي هانك سورة عساريان نصوص أو قرنين فمن اتقى الشبهات غفك كده ورسد وحيابا شبهاتك فقد استبرع وحبرية لدينه دين تيسا يوعر له شرف تيسا ومن قف وقع كل عي في الشبهات شبهات كل عي قده هذا وقع وحكد عي في الحرام حرام قدهد كالراعي ولم يرعى راعي حول الحما حدود كوريقي سام سيرها يوشك حديها دويها يوشك وافعال القرب قربه يوشك حديها أن يقع فيه نكدعه ألا هو يبراروغ وإن لكل ملك بقر والبا حما حدود بوليها ألا هو يبراروغ وإن حما الله حدود ألا محارمه وحو إلهي حرمه وي ألا هو يبراروغ وإن في الجسد جرك قده سوحك جرك كجرت مضغة عديرو هيلبا إذا صلحت هدي وناكسناتو صلح الجسد كله جرك دمانتي أيا وناكسنان وإذا فسدت هدي فسهادنا فسد الجسد كله جرك دمانتي أيا فسهادي ألا هو يوهي كاسنا مضغة وحوي القلب وقلبي رواه البخاري والمسلم قلبي ومرك مامولا جركوي حديث كافراد الحديث الرابع حديث كافراد عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال حكيم حوري سألت وحن ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان ويدي سيف أعطاني ويسيه ثم سألت مر لباد بان ويدي سيف أعطاني ويسيه ثم سألت مر صدحات بان ويدي سيف أعطاني ويسيه ثم قال مركز حوري حكيم حكيمه إن هذا كان المال مالك خضر وعقار حلوة معايه
فمن أخذه قف كقات بسخاوة نفس ديخس نمن نفت يدلغسيو إساقون بريين أوهن قلتاقين بوريك والله بركين يلاه قف كاس فيه مالك قديسة ومن أخذ قف كقات بشراف نفس إساقون أوهن قلتاقين أو يويديست أو يسيري لم يبارك لهم بركين يلاه قف كاس فيه مالك وكان وحل المدياي كالذي متكي يأكل عنيا ولا يشبع عن درقين كو هذا توقسان يقعما تاقني ما درقين وان قيليان واليد العليا قعان تسر ريسا خير وكا خير بضنتاي من اليد قعان السفلاء وعدوه سيسا هلقا وحلقا قارنا يقف إنو شقيستو مرقيسي حوقيس أو مال إلهينا وتلسارتو قال حكيم محيري فقلت وحان يا رسول الله رسول كالو قانك وقاتي والذي بعثك وحان كل دارن عليه وقصو ساري بالحق حقه لا أرزقك من نسقى من أيو أما كما قادن يا حد انقف بعدك هذيك قدال شيئا شيء حتى وفارق إلى أن كفارق الدنيا الدنيا دون كردنتو فكان أبو بكر باوحوها يدعو حو يرجي حكيما حكيم ليعطيه إنوسيو العطاء حوله بيت المال كعضها إنوسيو فيا أبا وديدي تري معناها حكيم أن يقبل إنو أقبله منه من أبو بكر منه من المال شيئا شيء ثم إن عمر هذا عمر با دعاه أو يريي حكيم ليعطيه إنوسيو فأبا حكيم وديدي أن يقبل إنو كأقبله فقال عمر با مركا وحوريا معشر المسلمين مسلمين تكولا كوذو أشهدكم محانين مراكشا على حكيم حكيم كركي إني أني وأعرض إن مبدغي عليه حكيم كركيسا حق وحقيسا الذي حق أسو قسم الله ألا أقويي وقيبتي سوى الله يساق في هذا الفي مالكا قديه فيه أسو دقال آن قال الله لك أهل فيه فيا أبا وادي لا يأخذ إنو قاتو فلم يرزأ كمن نسقى من حكيم حكيم أحد انقف من الناس وضتك كم إذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي إلاؤك جيروذي رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم حديث ينعود من الحديث الخامس عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري البيعان بالخيار لابد وحكى لقذني خيار بيليه ما لم يتفرقا انتين كلتيني دكان كلا ودجوه أما شروط نويترتا يصدح مالموت سيدا حديث سؤية المانطي فإن صدقا هذا رنك الشيغان وبينا أي عديان بورك والله بركين يا اللهم لبضودي في بيعهما بيعودي إلهي بأو بركين يا وإن كذبا هدي بينك الشيغان وكتما أي قريان فعسى وحال لغيابا أن يربحا إني فائدان ربحا إنو فائدة هلا لغيابا ربحا فائدو ويمحقها لغتر ترو بركة بيعهما بيع أس قديس بركة ديس إلهي وقال واليمين نار الفاجرة وكاذباء منفقة وحيس عدسين للسلعة بديعة ممحقة وحي ترتريسة للكسب كسب كي رواه البخاري ومسلم هل قاسر إن شاء الله قلت لتساقنا وجزاكم الله حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.